عادتنا في السجن نهاية نهاية لظلمكم نهاية نحن هنا صامدون نحن هنا صامدون نحن هنا صامدون من أجل من في السجون نحن هنا صامدون من أجل من في السجون نحن هنا صامدون وضد من يقمع نحن هنا صامدون ومستجل من عهد ما ننسى أحراري ما ننسى أحراري كل التضامن مع الرب ضامن يسلك الحرمات والأعراف ويسجن النساء ومستحل لما حرم الله فهذا النظام جائر ولا يفتح كل بصرة صوت لكل سائر هذا النظام جائر هذا النظام لكل الأسرى لكل المعتقلين أنت عزيز الوطن أسيرنا لا تنحني 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 حب المسوف ينفني أسيرنا لا تنحني تجت كل الأرجاء معكم يا سجناء قلنا صبحا ومساء معكم يا سجناء للإفراد عن المساعدة نمالك للإفراد عن المساعدة والسؤال لكم هل تركعون لإراثتي طرق مجرم هل تخضعون لتفقى آل خليفة إلى أمهات الشهداء تحرر نحن بركان تفجر هاتفان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الأمين العام الشيخ علي سلمان ونحن مع الأمين ومع الرموز ومع الشهداء ومع السجناء ومع المحكومين بالإعدام
نتضامن معهم ونحن معكم ولو على قصاص رقابنا نحن معكم ولن نترككم. ارفع ايدك فوق يا حبيبي لما اشوف ايدك فوق. مع الامين للابد فليعدم الطاغي فليعدم الطاغي حمد. مع الامين للابد فليعدم الطاغي حمد.